فكره اخطر ما في الموضوع ده عارف ايه؟ الاعتياد. الاعتياد خايفه ده يبقى طبيعه في البلد؟ احنا خلاص اعتدنا على شكل التوك توك وهو ماشي على كوبري قصر النيل وفي الزمالك وفي مدينه نصر وفي الشوارع الرئيسيه. اعتدنا على الزباله ما بقتش بتضايقنا، اعتدنا على الشتايم ما بقتش بتاثر فينا. طب مش القمامه والتوك توك والحاجات دي كلها كانت موجوده ايام مبارك؟ لا عمر ما كان قمامه، ده كانت البلد مليانه فين يا راجل. لا لا لا، حصل كام ازمه كده من الشركات اللي بره، وانا كنت بتكلم على الكلام ده وكنت بتريق عليهم انها كانت بتحصل ازمه. كانش شويه في لا 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 مش للدرجه دي، كانت بتحصل مش ازمه دي. لا لا حصل في الجيزه كده شويه خيابه كده يعني، كان يبقى مسؤول عنها المحافظ. انما النهارده انت بتمشي تلاقي حمص الشام والبتاع على كوبري قصر النيل. تعال انزل وسط البلد والنبي، والله العظيم اصل وسط البلد دي انتوا ما تبعوش عليها، احنا كنا بنتفسح في وسط البلد، نتفسح ناخد كده 10 ساغ من ابونا. يعني ده انفجار طبيعي؟ لا 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 لا، انفجار تجيب لي واحد بتاع فانيلات وكلسونات يبيع في شارع 26 يقول لي يا استاذ في ايه؟ دكتورة رميس جابر، قلتي انه اسرائيل سعيدة بسب العليمي للمشير؟ طبعا. ما كنت في برنامج بتقول لي لما قال الكلام ده، قلت لها والله يا بخت اسرائيل بيه، يعني انا لو انا اتفرجت على اسرائيل دلوقتي ولقيت وزير الدفاع بيتشتم في البرلمان هقول ايه؟ اسرائيل هتقع الحمد لله. قلت ان بالمناسبه الدكتور مرسي برضو مش لازم ياخد حق المشير في التطاول ده ولا ياخد حق نفسه بس. قلت ان الثوار قليلات الادب؟ ليه؟ عشان الشتايم اللي وصلتني على الموبايل ده انا شايلها يا راجل. مش لازم يكونوا من الثوار. امال من مين؟ من ناس عاديين. ناس لا لا لا، انت عارف بعد نتيجه الانتخابات كانوا زهقوا شويه. ليه؟ ما هو في صور كتبوا لي مقالات جميله قوي كويسه يعني. طيب يبقى مش قليلات الادب. لا كويسه. كويسه كويسه حلوه ولا سخريه برضه؟ زي النيله والقطران على دماغهم. واحد قال لك خنوفة البلطجي، قال يا لهوي ده انا افتكرت ان خنوفة البلطجي مات، لقيته في التلفزيون ببص قوي. قلت لهم الحقوا خنوفة صاحي، قالوا لا دي لميس جابر. ده راي واحد يعني، مش لازم يكون ده معبر عن الثوار يعني. كثير من هو الصور هو بيتكلم على انه سائر من الثوار. هو لكن في شباب تانية كتبت لي مش عارفه لو كنت انثى، فطلعت مع معتز بيقول لي بصفتك انثى، قلت له انا مش انثى انا مواطن مصري، ما تلخصنيش في دور نتايه، انا مواطن مصري. دكتورة مش انثى دي. ممكن اسالك عن راي الدكتور يحيى الفخراني في اللي انت بتقوليه واللي انت بتعمليه؟ اتخانقتوا؟ اختلفتوا؟ هو يئس يا عيني. يئس مني. هو قلقان عليا. وبيتألم جدا طبعا لما حد يشتمني. وانا بقيت اداري عنه الحاجات دي، لما كتب حاجه في الجرايد كنت اوصي الولاد ما حدش يوري له الجرايد. لما حصل بقى حكايه خطف العيال والبتاع مش عارفه ايه، قال لي طب خافي على احفادك وخافي على اولادك. ما بحبش السياسه. هو يحب يحيى يقول سياسه عاليه جدا لكن ما يمارسهاش في الدراما، لكن ما يمارسهاش. لكن ما عارف نجيب محفوظ كان يقول اللي عايز يقوله في رواياته خطيره جدا، لكن ما يقولش رايه. ما يقولش رايه. تقر وتعترف انه ممكن ارائك دي تؤثر على نجوميه ومسيره يحيى الفخراني زوجك العزيز؟ لا يعني في مره ست لطيفه قالت له يحيى فخراني لم مراتك وطلقها بدل ما تاريخك الفني يتمسح. قلت له الحق مسكلك الاستيكه. قال ايه؟ يحيى لا معلش. قال ايه قلت الحياه دي وسكت. نعم او لا، كتير جدا بيقولوا ان انت احاديه التفكير ولا تسمعين لاحد الا صوت لميس جابر. والله ده رايهم وانا احترمه بس هو مش حقيقي. واحد من ثلاثة دي مؤدبة اهو. واحد من ثلاثة وهقللها جدا. دفاعك المستمر عن حسني مبارك لانه من وجهة نظرك مظلوم غلط ولكن لا يستحق السجن، ولا انه بطل؟ بطل. بطل. رايك في خطاب الرئيس مرسي بعد توليه الحكم في الميدان، كان عشان يقنع الناس بانه واحد منهم، ولا كان بيضحك عليهم، ولا دي فرحة الفوز بكرسي الرئاسة؟ دي جنان الفوز بكرسي الرئاسة. ايه؟ جنان. جنان. لانه كان خطابا اخوانيا 100%. كان افضل رئيس لمصر من وجهة نظر لميس جابر عمرو موسى، احمد شفيق، ولا واحد منهم ينفع اللي كانوا مرشحين؟ لا انا كنت بدعم الفريق شفيق. احسن رئيس حكم مصر عبد الناصر السادات مبارك. التلاتة تحت عباءة واحدة. احسن
احسنهم؟ ما تقدرش تقول احسنهم. التلاته تحت لا ده له وعليه، انما السادات عمل شيء عبقري، مبارك عمل استقرار لحد كبير جدا، استقرار وبنى. عبد الناصر يعني سيقال، عارف احنا النهارده بنقول على الفرق بين العثمانيين والمماليك ايه؟ المماليك كانوا بنائين، النهارده العثمانيين دخلوا دبحوا في البلد وحطوا لك 3 4 اشخاص في السلطه عشان البلد كلها تفضل ايضا نار، كويس؟ النهارده انا بقول لك ان اكتر واحد في الثلاثه بنى استلم البلد في ظرف زي الزفت وبنيه تحتيه غير موجوده، يقول لك عمل لنا كباري. يا سيدي عمل لك كباري، عمل لك كباري، عمل لك بنيه تحتيه ودخل لك النت اللي شالته هو الدكتور نظيف، مش كده؟ ايام ما بدا حكم حسني مبارك كنت بتدخل التليفون في 15 سنه بس. انتهى عصر مبارك ب 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر. مين اللي قال 40؟ اوعى بقى تقول لي اي احصائيه في البلد دي. انت تعداد مش شايفه العشوائيه، حبيبي شايفه الشوارع. العشوائيه دي من امتى؟ العشوائيه دي من زمان قوي. وعلى فكره البرنامج بتاع القضاء على العشوائيات كان تم منه الجزء الاول الاخطر قبل يناير 2011. الدكتور علي الفرواني كان انا قابلته وقعدت معاه واتفرجت على يعني بحث خطير بجوجل على مصر من اول بورسعيد لمطروح لاسوان. وانا بختم، بتقري وتعترفي ان مبارك هو الافضل في تاريخ مصر؟ مش هو الافضل، مش ما انا ما بقولش الافضل في تاريخ مصر، لا ما انت عندك تحط مستلت وعندك محمد علي، انما انا بتكلم في العصر الحديث. انا في العصر الحديث، في العصر الحديث من 52 الى 25 يناير ده الحكم العسكري اللي بدا في 52، كويس؟ الفتره اللي انقذتك فتره السادات، الفتره اللي استقرت بيك وبنت فتره مبارك. دكتوره لميس كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا جميل، ربنا يخليك.